النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أكد عدد من الخبراء والمسؤولين أهمية المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني، حيث يعتبر هذا المؤتمر حدثا عالميا بارزا ومنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والوعي بالأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتأمين العالم الرقمي. تبرز أهمية المشاركة في مثل هذا النوع المعارض للاطلاع على أبرز التقنيات الموجودة والشركات المتوفرة في مكافحة الجريمة الإلكترونية أو الجريمة الرقمية، وخلال تبادل المعلومات وتبادل العلاقات بيننا وبين القطاع الخاص والقطاع المعني في الأنظمة الرقمية أو أنظمة الحماية الرقمية، وأيضا النظر إلى الاطلاع على الخبرات الموجودة خلال المشاركة في الندوات المقامة على هامش هذه الفعالية. طبعا احنا دورنا مكافحة الجرائم الإلكترونية في هذه السنة ركزنا على موضوع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق او ما يعرف بالديب فيك، وكيفية التعريف هو تعريفنا حق هذا النوع من الجريمة باستخدام هذا النوع من التقنيات الموجودة، وطريقة الحد والوقاية منها للحفاظ على الحسابات الشخصية. هاي المشاركة الثانية لنا، العام اشتركنا والسنة، ودائما حريصين ان نكون متواجدين في هالنوع من المؤتمرات والمعارض لأساس الاستفادة من الخبرات اللي موجودين. يعني في شخصيات صراحة من أهل التخصص بما يخص الأمن السيبراني، وإحنا بالنسبة لنا كشركة بنفيت الأمن السيبراني هذه تعتبر أولوية، فدائما نتطلع نشوف شنو اللي آخر مستجدات وآخر البرامج اللي موجودة، بحيث أنه على أساس نكون يعني نوصل لمستوى، نقول دائما نتطلع الى اعلى من المستوى اللي احنا في بالنا يعني نتوصل له، بس لكن هذا الشيء دائما التحديث مهم ومستمر. فكشركه بنفيت يعني مثل ما انت تعرف احنا الخدمات كلها لها علاقه بالخدمات الرقميه والبيانات الضخمه، فالامن السيبراني هذه يعني جزء اساسي من يعني شغلنا ومشاريعنا. احنا اليوم من ابرز منتجاتنا اليوم تخدم القطاع المالي منتج تسميه سايت انتليجنس، وهو طبعا منصة للاستقصاءات السبرانية اللي تواجه طبعا المنظومة المالية كذلك، وأكثر برضو واحدة من المنتجات الأخرى اللي هو نسميه سايت MDR اللي يسمونه السوك أز سيرفيس، وهذا الهدف منه كيف تراقب الديجيتال آسيت الخاصة بالمنظومة، لأنك اليوم لما تطلع من الفيزيكال آسيت ويبوشت للديجيتال آسيت تبدأ المخاطر السبرانية تزيد على الجهات. شركة إنجين متخصصة في مجال الحلول التحول الرقمي والأمن السيبراني، هالسنة المشاركة الثانية بالنسبة لنا، سعيدين جدا إن المشاركة صراحة فيه تضم يعني كمية من الشركات، مثلا كم كبير من الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وشركات عالمية صراحة وشركات محلية، سعيدين إن النسخة الثانية تكون لها حضور ولها شعبية أكبر، ونتطلع إن شاء الله إن السنة الجاية إن تكون لها مثلا يعني مشاركة أكبر وأكبر وفعالة أكثر. أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في مملكة البحرين، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف COP28 المقام في دبي. وستتعاون ممتلكات ومصدر بموجب مذكرة التفاهم لتطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة وتزويد البحرين بالطاقة الخضراء ذات التكلفة التنافسية وبناء القدرات المحلية وتعزيز الابتكار في هذا القطاع في المملكة من خلال الاستفادة من خبراتهم التكاملية. وفي هذا السياق قال الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات إنهم في ممتلكات يعملون على تحقيق الأثر الدائم والتغيير الإيجابي المستدام للأجيال القادمة من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع رواد قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في تقنيات الاستدامة. والآن نترككم مع دائرة الأسواق المالية الخليجية.
حصلت شركة البحرين الوطنية للتأمين BNI مؤخرا جائزة أفضل شركة للتأمين العام، وقد جاء هذا التكريم خلال الملتقى العاشر لحفل جوائز قطاع التأمين في الشرق الأوسط 2023 والذي أقيم في إمارة دبي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ إيمان مجلي الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين. مرحبا بك أستاذة في النشرة الاقتصادية، وبداية ما أهمية حصولكم على هذه الجائزة؟ أول شيء شكرا طبعا للاستضافة. حصول شركة البحرين الوطنية للتأمين على جائزة أفضل شركة للتأمين العام في الملتقى العاشر لحفل جوائز قطاع التأمين في الشرق الأوسط 2023 يعتبر إنجاز هام للشركة. هذه الجائزة تثبت التميز الذي تحققه الشركة في مجال التأمين، وتعتبر تقدير لاستراتيجيتها وممارستها الرائدة، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة الشركة بقطاع التأمين في مملكة البحرين بشكل خاص وفي الشرق الأوسط بشكل عام. أستاذ إيمان، هل هناك مشاريع معينة قمتم بتطويرها والتي ساهمت في فوزكم بهذه الجائزة؟ من بين أبرز المشاريع التي ساهمت في فوز شركة البحرين الوطنية للتأمين بالجائزة هو برنامج الاستدامة الذي تم طرحه في يونيو من هذا العام، والبرنامج قدم أسعار خاصة للشركات التي تلتزم بتطبيق الممارسات المستدامة في عملياتها، وهذا يشجع في تطبيق الممارسات الصحية في المجتمع المحلي ويدعم مبادرة تقليل الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060. كما أن الشركة قد أطلقت العديد من الخدمات والمنتجات التأمينية المتطورة والفريدة من نوعها التي تواكب الابتكار وتقدم أعلى معايير الجودة، بالإضافة لتعزيز ممارستها البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG. بالتأكيد الأستاذ إيمان مجلي الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين، شكرا جزيلا لك.